أسرة من ثمانية أفراد جل ما تحلم به سقف آمن يحميها دون أن يسقط فجأة على رأسها. كاميرا رؤيا زارت هذه العائلة في الصيف وصورت مأساة سقوط سقف المنزل على رؤوس قاطنية في التقرير التالي. هذا بيتنا هنا ساكنين دار أخوي بالأول، كانوا نايمين الأولاد الصغار في البيت هنا والسقف وقع عليهم وأجوا الجيران ساعدونا وطلعونا من البيت. ثمانية ساكنين في البيت هنا، وهاي البيت شوفوا كيف أنه وقع عليهم من هنا، وبعدين أجوا عندي هناك تحت. أول فترة قعدت البيت شوي شوي مع الشتاء يهدم شوي شوي السقف، يعني حاولنا نرممه أكثر من مرتين يعني، وأخذنا يعني كثير قروض ودنيا مشان نسوي السقف. فيعني ثالث مرة ما جينا نسوي بعيد عنك المجاري والحمامات وهيك في البيت، كان كلها فيضانات دائما على الغرف، فلسه يا دوب إحنا بنسوي فيهن، ولا فجأة هيك ما شفنا السقف كله مرة واحدة وقع، يعني كله طبعا على الأثاث زي ما شفت وعلى كل أغراضنا وعلى كل أواعينا، ما ضلش أي شيء عندهم. في وقتها يعني احنا مش عارفين يعني شنو نعمل شنو نسوي، حاولنا يعني نلجأ لعمهم لأي حدا يعني يساعدنا، فما لقيناش أي حدا. بعدين اضطرينا ننزل هون على البيت هذا اللي هون عند بنت حماية، انت زي ما انت شايف كمان نفس الإشي هون، لا في حمام لا في إشي يعني، والسقف كله واقع. يعني كثير لجأت لناس وحاولت على أروح يعني لناس يعني معروفة، فبالأسف يعني ما فيش حد يساعد حدا. ما بعرف يعني شو الواحد يعمل، يعني عندي طفل معاق اقسم بالله العظيم انه يعني لحاله ابن عن جد، اقسم بالله العظيم الصراحه اني يعني ما بقدرش اصرف عليه لانه شاب عمره 12 سنه، يعني ما بقدر اسوي شيء معه، ما بقدر، يعني بده واعي بده لبس كل يوم الثاني بده شيء. عندي اطفال كثير، عندي بنت ازمه وجوزي نفس الشيء عنده ازمه، يعني ما بعرف شو بدي اسوي شو بدي اعمل يعني. يعني الواحد حاول قدر الامكان انه يحاول قد ما يمكن، وحتى يعني علينا الديون شيء مش طبيعي يعني، قروض سلف بس مشان المره هاي الدار نسويها، وبالاخر وقعت علينا. احنا عندي اطفال 6 اطفال، وجازي 7 وانا الثامنه وبنت حماية 9. عندي ولد عمره 2.5 سنين، والثاني عمرها 4 سنين، والثالثة عمرها 6 سنين، والرابعة عمرها 7 سنين، وعندي ولدين، ولد المريض عمره 12 سنة، وعندي كمان ولد الثاني عمره 11 سنة. شو بدي يكون يشتغل غير يعني في النظافة؟ بدي يكون عام يعني راتبه، ولا شو بدي يكفي يعني، ولا يا دوب حتى التعب اللي بتعبه يعني كلياته ما بجيبش إشي. والله الصراحة أنا مش محدد أي مساعدة، أنا محدد إنه بس ألك يعني أهل الخير يعني قد ما الله يقدرهم من يعني يطلع من نفسهم لنا، نقدر نعيش زي باقي هالبشر، زي باقي هالناس. والله العظيم نفسي ننام مرتاحين، أقسم بالله العظيم نفسي يوم ليلة واحدة أنام فيها مرتاحة.